جمهور النادي الاهلي بيقول الحقيقه كان جيل من طبعا اجيال النادي الاهلي كلها اجيال من العظماء طبعا، لكن انا بتكلم عشان دول كانوا او الجيل ده كان موجودين معاك او انت كنت موجود معاهم في وسطهم. الجيل ده استقبلوك ازاي؟ يعني ازاي لما تنزل الملعب تلاقي وائل جمعه وابو تريكه وعماد متعب وحسام غالي ومجموعه كبيره جدا من اللاعبين زي ما انت بتقول كده، كنت بتقول له ازيك يا كابتن محمد؟ قال لك كابتن ايه يا عم بتاعي. المشكله قبلها كابتن كنا في المنتخب، هو كان يقول لي ان شاء الله هتجينا السنه دي ابو تريكه ومتعب وجمعه كلهم كان يجوا ان شاء الله هتجينا السنه دي. هقول لك معلومه برضو، كابتن ابو تريكه جه في يوم وانا في المنتخب وانا في بتروجيت، قال لي يا وليد انت عارف انا بتفرج على بتروجيت عشانك. فعلا؟ اقسم بالله كابتن انا ما كنتش مصدق. قلت له يا كابتن انت بتقول ايه؟ قال لي والله بتفرج على بتروجيت عشانك. حسسني بقى كابتن، لا يعني انا برضو يعني لما الاقي كلام من كابتن مختار كويس وبيحسسني من ضمن الناس الكبيره وانا لسه جاي من الدرجه الممتاز به، والاقي في نفس السنه الاقي كابتن ابو تريكه يقول لي كده، والاقي كابتن وائل جمعه يقول لي كده، والاقي الناس لا انا فين؟ لازم بقى اكون مع الناس دي. استقبلوك ازاي برضو يا في النادي يا كابتن؟ لا كلهم استقبال جيد طبعا.